طب قول يا كابتن، يمكن احنا اتقابلنا في النادي في قبل الموسم ما يبتدي وانت حذرت، قلت لي يا كابتن انا عندي مشكله ما عنديش تمرين، ما فيش تمرين، مش ده انت التمرين كان بيلك اربع لاعبات لان كان في ثلاثه بيلعب كمان. اربع كتير كان بيتلعب منتخب 3 على 3 وبعد كده منتخب مصر الكبير وبعد كده منتخب الناشئين. فانت ما كانش عندك حد يعني، لما كنت انا كنت بشوف بتصعب عليا. طب ده ما خلكش يعني، هل انت شاركت النادي في هذا الموضوع؟ اتكلمت مع اداره النشاط الرياضي ان انت دلوقتي انا يعني اكيد لازم؟ لا، كابتن رؤوف كان عارف الظروف كلها، كنت شارح له وكان مقدر يعني الموقف. بس طبعا هو مش انا ما بعلقش شماعه يعني طبعا الاهلي، بس هو ظروف غصب عنك، بس الحمد لله تعاملنا مع الموقف. وزي ما انت قلت يعني ماتش السوبر ده لو اتعاد 30 مره ما كناش هنخسر. بالظبط بالظبط. فهي عارف انت زي ماتش الكاس اللي هي مره واحده بالظبط، فبتبقى داخل فاينل. لا مش كاس بس، ده انت داخل فاينل بالظبط، كاس بتلعب دور ال 16. فكان عندنا مشكله ما كناش جاهزين برضو قوي. ما كنتوش جاهزين، وخلي بالك انت رحت واخد صدمه في الاول برضو، اصابه سوريا مفاجاه يعني، كانت راجعه مع نادين من المنتخب والدنيا طبعًا وبتاع وكده، وفجاه تعرضت لاصابه طبعا. فالموضوع يعني الولاد يعني فكوا، كانت خدت وقت. طب بالزبط. انت اللي جاي اخباره ايه يا كابتن؟ يعني انت برضو طمنا، الجمهور بيتفرج علينا. عندنا احنا هنبدا خلاص يعني يوم السبت ان شاء الله، عندنا دور ال 16 مع الكسبان من الطيران والغابه. وبعد كده هنقف خالص ان شاء الله، ربنا يكرمنا بالماتش ده ايا كان مين اللي هيجي لنا، الغابه او الطيران. بعد كده هنقف الكاس خالص لحد شهر 3، وهنبدا بقى في الرايح جاي في السوبر يوم الثلاث ان شاء الله. والثلاث هيبقى برضو دور ال 16 برضو ولا داخلين على طول ماتشات؟ لا بقى اول بيلعب ال 16 هتلعبوا برضو بيست اوف 3 زي الرجال مش بالزبط. كده؟ وبعد كده هتلعبوا مين ولا ما تعرفش لسه؟ اكتوبر 6 اكتوبر ماتشين نطلع من 8 نبقى زي، انتوا متاخرين عن الرجال شويه عشان الموسم ابتدى في الرجال بدري بالظبط كده.